كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن تفاصيل تقرير حكومي رصد هذا التقرير كيف مولت قطر وغيرها من الحكومات الأجنبية سراً الجامعات الأمريكية. أشار التقرير الذي أعدته وزارة التعليم الأمريكية عن المدارس والعقود الأجنبية أن عدداً من الجامعات الأمريكية فشلوا في إبلاغ السلطات الأمريكية بمصادر أكثر من 1,200,000,000 دولار من الأموال الأجنبية التي تلقتها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك 760,000,000 دولار تتعلق بحرمها الجامعي في قطر. أضاف التقرير أن هناك قلقاً من أن تكون الأموال الأجنبية تأتي مع قيود أو توفر للحكومات الأجنبية وصول غير قانوني إلى البحوث الحساسة أو تعمل على الحد من الحرية الأكاديمية في بعض البرامج. وأشار أيضاً إلى أن قطر تدفع رشاوى بقيمة 12 مليار جنيه سنوياً لاستصدار تقارير من مراكز أبحاث أمريكية ضد مصر والسعودية والإمارات والإشادة بأداء قطر وتركيا.